ضروري كتير ضمن الأيام اللي عم نعيشها نضوي على موضوع الحالة النفسية العامة عن جميع الناس. وإذا اليوم بدنا نخص الحدث الأهم يلي متصدر جميع الشاشات العربية والمحلية والدولية، فأكيد اليوم قطاع غزة هو العنوان الأول لهذا الحدث. الصور اللي عم نشوفها، الأخبار، الفيديوهات، أكيد إلا تأثيرها النفسي والسلبي علينا جميعا. اليوم مو ضروري نحن نكون ضمن هذا الحدث لحتى نفسيتنا تتأثر. بكفي الصور اللي عم نشوفها، بكفي الممارسات الهمجية ولا شرعية على غزة، صور الأطفال، صور الأمهات، المناشدات الإنسانية اللي عم نشوفها كلها عم يكون لها تأثير جدا سلبي علينا. ويمكن عم نقضي بعضنا حالات نفسية سيئة عم تأثر على نهارنا بشكل مباشر، ولكن نحن إذا بدنا نرجع نحن ما نقدرين نحدد اليوم نحن شو سبب هذا الحالة النفسية. صحيح يا رشا، يمكن مثل ما ذكرتي إذا نحن الكبار عم نتأثر اليوم بهي المشاهد، فما بالك بالأطفال الصغار يلي يوميا عم بشوفوا هي المشاهد، ويوم عن يوم يمكن عم نشوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر شاشات التلفزيون، هي الأفعال اللا إنسانية يلي عم يرتكبها العدو المحتل واللي عم تتصدر كل هي المواقع. اليوم ضمن محطتنا رح نحكي عن أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهدول الأطفال كرمال ما يأثر على نفسيتهم وشخصيتهم بالمستقبل. تفاصيل كثيرة رح يخبرنا عنها ضيفنا لليوم الدكتور حسام الشحاذة، المختص بتقديم الدعم النفسي في وقت الكوارث. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. من جميع المشاهدين والرحمة لشهداء الشعب أمين. الفلسطيني، والشفاء العاجل للجرحى والنصر لقضية شعبنا في فلسطين. صباح الخير دكتور، وآمين إن شاء الله هيك بنجتمع بلقاءات النصر، تكون هاي الأيام هي صح ذكرى سيئة ولكن يكون الأخبار المفرحة قادمة للأيام اللي جاية. آمين يا رب. دكتور لو عم نشوف قصص ومشاهد يعني غير منطقية وغير أبدا يعني فينا نقولها بالموضوع الإنساني، يعني اليوم صار تجاوز جدا لجميع القوانين الدولية اللي بتحمي الإنسان. اليوم عم نشوف استهدافات مباشرة للمدنيين، لدور العبادة، للمشافي، لكل شيء محظور. اليوم صار في عم نشوف هدول الصور ما حيمرقوا مرور الكرام على أي حدا اليوم عم نشوفنا، ولكن اليوم عم نحكي عن أطفال ومراهقين وتأثير مباشر عليهم على النفسية. تمام. هلأ نحن بالبداية لابد من أنه ننوه ونأكد على موضوع أنه هذه الممارسات التي يقوم بها العدوان الصهيوني لا تندرج إلا تحت بند العمل الإرهابي الممنهج وفق التوصيف الإنساني وفق توصيف قوانين العلاقات الدولية. ولا ننسى دائما ولا بد من التذكير بأن الكيان الصهيوني مصنف دوليا على أنه كيان إرهابي. فنحن ما أنا مستغربين من هذه التصرفات كبالغين، لكن نحن دائما هدفنا من أي حلقة العلاقة بالدعم النفسي في فترات الكوارث الطبيعية والمصطنعة، هدفنا الأطفال والمراهقين. هلا رح نوه لموضوع كتير مهم كمان من خلال السوشيال ميديا ومقاطع الفيديو اللي شفناها. حقيقة نحن نستمد أو يجب أن نستمد مؤشرات أو معايير الصلابة النفسية والثبات الانفعالي من الأطفال غزة ومراهقين غزة وشباب غزة. يعني شفنا كثير مقاطع فيديو أنه طفل فلسطيني عم يصور الحرب على بعد أمتار وعم يصور الطيارة وهو مبتسم. فما بالك أنه لأقول لك شغلي هلا بعلم النفس الحديث أو علم النفس المعرفي أو علم النفس اللي له علاقة بالصدمات في فترات كوارث طبيعية أو المصطنعة، من الطبيعي أن تظهر لدى الإنسان ردود فعل خوف وهلع بسبب كارثة طبيعية أو مصطنعة أو شيء له علاقة بالإرهاب. طيب أنت عم تشوفي طفل جنبه أعمال الدمار والتخريب الإرهابي الممنهج الذي يقوم به الكيان الصهيوني، ومع ذلك ماسك هالموبايل وعم يصور نفسه وعم يصور الحرب، يحاول يوثق قدر الإمكان مثل البالغين وينقل لنا الصورة بشكل واضح. ولا مو هيك، في مقاطع فيديو تاني أمام مجموعة من الجنود الصهاينة الإرهابيين عم يحاول طفل لابس شنطايته عم يخترقهم ويقول لهم أنا بدي روح على مدرستي. تمام. مقاطع تانية أكثر تأثيرا اللي عم يجي جندي صهيوني إرهابي عم يقول له للطفل أنت ضليت الوحيد الموجود بهذا البناء، اطلع مشان احنا بدنا نفجر البناء. قال له لا انا ماني طالع وهي ارضي وهذا بيتي. فشوفي مستوى الصلابة النفسية والثبات الانفعالي اللي هن أم موجود عند أطفال غزة. لكن مع ذلك لابد لنا من يعني تقدير أسوأ الاحتمالات فيما يتعلق بالدعم النفسي فترات كوارث طبيعية أو المصطنعة. خلينا هلأ لسنا احنا نعرج
على مفهوم الدعم النفسي أو مفهوم الصدمات النفسية. هي ردود أفعال سلوكية ناجمة عن أو استجابة، هي ردود أفعال استجابة لكارثة طبيعية أو مصطنعة أدت إلى مثلا بروز بعض المشاعر اللي هي الخوف، الهلع، عدم الشعور بالأمن، فيما بعد الاكتئاب، القلق، العزلة الاجتماعية فيما بعد لاحقا، خصوصا طبعا عند الأطفال المراهقين فيما يتعلق بتراجع التحصيل الدراسي أو التسرب الدراسي أو ما شابه ذلك. هلا تصنف مصادر الصدمات النفسية اللي هي مصادر طبيعية مثل الزلزال، أعصار، بركان ما شابه ذلك، والكوارث المصطنعة اللي هي مثلا الحروب، نزاعات مسلحة، حوادث السير، حوادث السكك الحديدية، وصنف إليها أو أضيف إليها تصنيف آخر وهو الاستيقاظ أثناء عمل جراحي، يعني تكون نسبة البنج غير كافية فبيشوف شخص نفسه أنه يعني بحالة عمل جراحي والأطباء عم يشتغلوا فيما شابه ذلك. طبعا بفترة الحرب على سوريا نحن عانى الأطفال المراهقين من شيء مشابه، تولدت عنا شريحة جديدة من فئات الأطفال المراهقين والشباب اللي هي المصابين بإعاقات مكتبسة سواء حركية أو سمعية أو بصرية أو العلاقة بالنطق أو اضطرابات ذهانية أو بسبب مشاهدة أعمال العنف والإهراب. طبعا برامج الدعم النفسي هون تمام هون دكتور يكون التفصيل فيها شوية، يعني يطول الحديث عن المقاطع الفيديو والمشاهد المؤلمة أكيد. يلي ذكرت حضرتك ويلي أخذنا منها صور كتير ورسائل من هدول الأطفال يلي عندهم إرادة. طيب ذكرت حضرتك عن برامج الدعم النفسي، خلينا نوضح اليوم أهم هي البرامج لنخفف يمكن من أعراض الصدمات النفسية عند الأطفال والمراهقين. تمام، هلا هي الصدمة النفسية أو الحدث أو الأكسيدان هو مثير خارجي، نحن بعلم النفس هو بالنسبة لنا مثير خارجي أدى إلى ردود أفعال، هاي الأفعال هي صدمات وشدة ما بعد الصدمة. هلا نحن بدنا نحكي أول شيء عن المعايير لحتى نحن نحكي شوي معايير التشخيص لحتى نحن نحكي بمعايير أو بأهداف البرامج الدعم النفسي. هلا الصدمات النفسية من عمر الصفر، من ساعة الصفر أو خلينا من دقيقة رقم صفر لعمر 3 أيام، ردود الأفعال تجاه الصدمات النفسية هي ردود أفعال طبيعية، يعني أي شخص فينا إذا تعرض لحادث أو شاف منظر إرهابي شيء أمر طبيعي أنه يخاف ويشعر بالهلع، وتكون بنيته أو جهازه النفسي بهذه اللحظات غير قادر على تحمل الصدمة. هون البرنامج الدعم النفسي ممكن يفيد معنا هو بحالات الإسعاف النفسي والاحتضان العاطفي اللي نحن فيها، يكون تفعيل الاحتضان النفسي والتهدئة الجسدية والنفسية، وكمان بدنا نفعل بعد عمر 3 أيام موضوع التفريغ الانفعالي، يعني نحن ما بنمنع الطفل أو المراهق من التعبير انفعاليا عن كل ما شاهده، خصوصا في حالات الصدمات المركبة، يعني في عمل إرهابي وفي اعتداء أو اغتصاب لأم أو أب أو ما شابه ذلك. فاليوم مثلا أو مثلا مشاهدة صديق أو قريب عم يموت، أو مشاهدة مناظر الدم بالنسبة للأطفال والمراهقين، أو إضافة إلى ذلك أنه منزله عم يتهدم وذكرياته كلها عم تضيع، فكل هاي مصادر أحيانا قد تكون مركبة للصدمات النفسية. فهون نحن لحتى نحافظ قدر الإمكان على بنية الجهاز النفسي والانفعالي عند الطفل أو المراهق نسمح له بالتفريغ الانفعالي بالطريقة التي يراها مناسبة، يعني سواء كان هذا التفريغ الانفعالي بالبكاء، بالنحيب، بالكلام، بلغة الجسد، بالرسم، بأي شيء هو حابب يعبر عنه. منع الطفل من التفريغ الانفعالي يجعلنا نحن كداعمين نفسيين نخشى من شيء كتير مهم، أنا بسبب أنه كل شخص فينا عنده عقلين، عقل واعي وعقل لواعي. الصدمات النفسية حدثت عند مستوى العقل الواعي، بعد مرور فترة 3 أيام أو 4 أيام عدم قدرة الجهاز النفسي على الخروج من هذه الصدمة النفسية نخشى أن تتحول تلك الذكريات من مستوى الشعور إلى مستوى اللاشعور، وتظهر لاحقا في حالات اكتئاب، قلق، عدوان، انعدام الشعور بالأمن النفسي، ولاحقا انخفاض التحصيل الدراسي أو التسرب الدراسي. بالبرامج اللاحقة نحن بعد أسبوع أو 15 يوم ما قدرنا أو ما قدر الجهاز النفسي عند الطفل أو المراهق يقدر أو يستوعب الصدمة، المفروض ببرامج الدعم النفسي اللي هو أخرى الفردية والمكثفة قدر الإمكان، فيها مجموعة جلسات. إذا قدر الجهاز النفسي يتجاوز موضوع الصدمة النفسية إلى بعد عمر 6 شهور بنقول أنه الشخص رجع لحالته الطبيعية وتكيف،
ما تكيف، نحن بحاجة لا مؤازرة أحيانا الطبيب والعلاجات الدوائية. هي باختصار موضوع نوع الصدمة النفسية وحالة الدعم أكيد. النفسي. طيب دكتور دعمنا نحن الوقت، وخلينا نحن نركز بفكرة ونصائح سريعة للكوادر الطبية لكل الأشخاص اللي تعرضوا للصدمات النفسية بسبب الوضع الحالي اللي عم بنعيشه. شو أهم الإجراءات المفروض يروحوا لإلها؟ مثل ما حكينا بنأكد على موضوع التفريغ الانفعالي، عدم منع الطفل أو المراهق بالتعبير عن كل ما شاهده. هل بنمنعهم اليوم يبعدوا عن وسائل الإعلام؟ مو قصة هلا، بالنسبة للطفل السوري عند عمر معين، عند عمر الطفولة المتأخرة وبداية المراهقة يعني مثلا والشباب، نحن نفترض أنه هو عايش مستوى معين من الأزمات، فبنفترض أنه هو قادر على استيعاب صدمات نفسية وردته عبر وسائل الإعلام. لكن كمان هذا لا يمنع من أنه الطفل إذا ما كان عند مستوى معين من الوعي والقدرة على استيعاب الصدمة لابد من النأي فيه عن هذه المشاهد. النقطة الثانية اللي هي المبلغ موجهة للبالغين، أنه نحن دائما بدنا نكون أقوياء أمام أطفالنا، يعني نحن ما بنبين لهم أنه نحن ضعاف، نحن لازم نكون عندنا الصلاة النفسية والثبات الانفعالي. بنوضح لهم ونقدم لهم معلومات عن إرهاب العدوان الصهيوني، شو سببه، حق الشعب الفلسطيني بأرضه، يعني نقدم دائما لهم معلومات حوار لحتى دكتور. يعملوا نوع من الموازنة بين الشيء اللي عم يشوفوه وأسبابه ومؤشراته والمعلومات الحقيقية اللي ممكن ياخذوها من الأهل أو من أولاد. أكيد. بالختام الدكتور حسام هذا المختص بتقديم الدعم النفسي في وقت الكوارث، بدنا نشكرك كثير، والله يرحم جميع أطفال غزة ويصبر قلوب كل الناس. أهلا وسهلا. شكرا دكتور وابي، الصحة والسلامة النفسية والجسدية لك الحدا. شكرا.